انا والله انا يمكن انا متماسكه شويه قدام الناس، اصلا انا مش هفضل منهاره 24 ساعه، محدش بيبقى كده. وانا نهرت في المحكمه برضو، القاضي وقف الجلسه، قضاء المليون جنيه المحامي هو اللي طلب المليون. السلام عليكم. انا عارفة من بداية الفيديو ناس هتدخل تدعي عليا وناس تشتم وناس تقول لي هو انت بتفهم ازاي، هو انت شاذة ولا ما بتفهميش، كلام كتير. احنا هنتكلم بحيادية، الناس اللي حابة تسمع الفيديو على راسي من فوق، مش حابين برضو على راسي من فوق. هنتكلم رأي الازهر في حكم الاعدام على محمد عادل، تم طبعا توضيح رأيه وشفنا ده كتير على السوشيال ميديا، هنزيعه مع حضراتكم. وكمان الدية اللي هي 5 مليون جنيه، ومين عرض الدية ومحمد أهله مش لاقين ياكلوا، هيعرضوا الدية ازاي؟ وكمان انهيار والدته واخواته، هنشوف اخوات محمد لأول مرة ووالدته قالت ايه، وهي موجودة فين، اللي ملهاش مكان تاني تروحه واللي سابت البلد من بعد ما حدث. تفاصيل كتيرة جدا جدا، ومش هنقول تعاطف مع محمد، ومش هنقول تحيز لجهة على الأخرى، خلينا نكون محايدين. وطبعا الحكم احنا معظمنا عارفين انه هو صدر وتم تحويل أوراقه للمفتي وهيتم التنفيذ، خلاص كلها يومين ثلاثة ولا 4 أيام بالكتير وهيتم تنفيذ حكم الإعدام على شاب اتضح ان هو كان متفوق دراسيا وان هو تم استغلاله بشكل ما، ومهما كان استغلاله ده مش يبرر ليه اللي عمله، انه يقتل روح ايا كانت هي مين، هو مش من حقه يعمل حاجة زي كده. كمان احنا ممكن نقول ايه الدوافع، وانا ما قلتش ان احنا بندافع عنه، على قد ما قلت هو ليه المحاكمة عاجلة قوي كده للدرجة دي، احنا سايبين كل القضايا في مصر وما بقاش الا القضية دي، فخلاص احنا هنحكم فيها في نفس الثانية. على فكرة القواضي دي حدث زيها مشابه وما زال لحد الان ما تحكمش فيها اصلا. وكمان محمد راجح ومحمود البنا اللي كانت قضية هزت السوشيال ميديا وكانت ترند اكتر من قضية نيرة، الله الله يرحمها. وكمان شفنا كذا قضية. طيب ليه الحكم عاجل؟ يمكن قالوا علشان ما يحصلش الموضوع ده تاني لحد تاني، قال كده. طب فين الجلسات؟ طب فين التليفون بتاع محمد؟ ليه مش تم اخذ التليفون وتحليله وعرفوا ايه الخبايا والخفايا اللي موجودة فيه؟ ليه ما جاش شهود؟ ليه والدة محمد واخواته البنات ما جوش حضروا الجلسة او شهدوا او اتكلموا حتى، او ان هم يشوفوا حتى ابنهم؟ تتخيلوا ان هم لحد الان ما شافوش محمد من يوم ما حدث الكلام ده؟ ما شافوهوش. والدته ست مريضة وقالت ان محمد يتيم من هو في تالتة ابتدائي، يعني ما لحقش يشوف ابوه. وعنده اختين بنات، واحدة في كلية علوم وواحدة في كلية طب، وقالوا ان هو كان بيحب نيرة وشاب وحب بنت، ايه المشكلة؟ وكان بيعمل ليها حاجات كتيرة قوي، ايه هي الحاجات دي ما يخصناش، على قد ما هو قالوا اصدقائه ان هو كان محاضرات هدايا حاجات، على الرغم ان هو حالته المادية مش ميسرة قوي. ومش كلامي ده على فكرة، لان الحالة المادية لا تقلل من اي بني ادم مهما كان، يا ما نسمح فلوس وما تسواش حاجة اصلا. لكن اهل نيرة قالوا ان هو مش لاقي ياكل، يبقى اكيد مش هو اللي عرض الدية او عرض فلوس. انا مش مع حكاية الدية وان انت تاخد دية علشان تعطيك رقبة والكلام ده، يعني الكلام ده اعتقد موجود في السعودية مش في مصر، ولكن كان ممكن القضية تطول عشان نشوف ايه الحاجات اللي مش ظاهرة لينا، يمكن في حاجات تظهر تؤكد الحكم ده، وممكن في حاجات تظهر تخفف الحكم الى حد ما، والا ان برضو اللي هو عمله مش سهلة وكل حاجة. كمان والدة نيرة قالت مش انا اللي طلبت مليون جنيه، ما هو انت برضو المحامي مش هيعمل كده، لاذا حضراتكم قلتوله انا مش في محامي بيدخل يعمل حاجة من نفسه. والدة محمد منهارة وحالتها يرثى لها. وكمان رأي الازهر الشريف، يعني رأي الازهر في موضوع محمد، يا ترى يجوز تنفيذ حكم الاعدام او لا؟ اللي خلاص، طب يا ترى هو فين الاستئناف؟ ليه انا ما شفتش محامي رفع استئناف او تأجيل؟
يمكن علشان غلبان، يمكن مش معاه محامي شاطر زي ناس كتير. يعني احنا شايفين القضية بتاعت القاضي اياه والمذيعة وما بيحدث فيها، وان القضية هتتأيد ضد مجهول وكلام كتير. يعني شفنا المواضيع دي، بس ده راجل تقيل في البلد وغيره قواضي كتيرة قوي. فعلا في قواضي بتعدي فعلا. كمان عشان خلينا محايدين زي ما اتفقنا في اول الفيديو، ان مفيش اي حاجة هتبرد نار اهل نيرة اكيد، لان دي بنتهم، وبنتهم يعني اللي حصل فيها مش شوية بس. يعني هو شاب وخلاص، يعني هو الخاسر الاول والاخير في الموضوع ده. صدقوني صدقوني، هو محمد ونيرة هما اللي خسروا، هما الاتنين. ووالدة محمد اللي في حالة يرثى لها ومش لاقية مكان حتى تقعد فيه، وقعدت في مكان بالإيجار لأنها ما عندهاش حتة غير بيتها اللي في المحلة اللي سابته يعني أول ما حدث ما حدث، وطبيعي إنها كانت هتمشي. يعني في أي تفاوض من أهل نيرة، من أهل محمد لأهل نيرة؟ لأ. وده قالته والدة نيرة الله يرحمها، لما قالت هم يقدروا يهوبوا ناحية بيتنا، يقدروا يجوا اساسا. طب هما ملهمش ذنب، يعني افرض ابنهم كده، هما ملهمش ذنب على فكرة ان هما يمشوا من البلد او من المكان، حتى لو ابنهم اخد عقابه. طب هما يقعدوا في بيتهم هيروحوا فين؟ ثلاث سيدات ملهمش راجل او ليهم اي حد في الدنيا على فكرة، ملهمش اي حد طبعا، ربنا فوق الكل. بس في وسط الأهل، في وسط الناس، ناس معروفة، بدل ما يروحوا مكان ما حدش عارفهم فيه ويحدث حاجات الله أعلم إيه هي. ربنا طبعا يتولاهم برحمته ويتولى أهل نيرة برحمته. كلام الأزهر الشريف إنه لا يجوز، لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في هذه الأيام، فنحن في أشهر حرم خصوصا قبل العيد. يعني احنا في ايام العشر من الاولى من ذي الحجة. كل سنة وحضراتكم طيبين. ايام جميلة واحب الايام الى الله، يعني دي احب الايام الى الله، احب من الجهاد في سبيل الله، يعني متخيلين. فالايام دي ايام جميلة، فبيطلبوا بالتأجيل سواء تنفيذ الحكم يكون بعد العيد، بعد اجازة عيد الاضحى، ويطلب من والدته، من والدة محمد انها تشوف ابنها ولو مرة، او تقعد معاه وتحضر معاه العيد ده، لعل يعني هو هيكون اخر عيد بالنسبة لهم انها تشوف ابنها. واخواته البنات كمان حالتهم صعبة جدا، و24 ساعة بيبكوا. ناس كتير عرضت عليهم فلوس ومستلزمات ليهم، ولكن هم رفضوا لأنهم فعلا عندهم عزة نفس، وقالوا إن محمد كان بني آدم تقي وطيب وكان بيعمل كل حاجة عشاننا، ولكن دي إرادة ربنا وتدابير ربنا. ربنا يرحم محمد، لأنه طبعا يعني ربنا يرحمنا جميعا على الحي والميت. ويا رب يا رب يرحم نيرة ويصبر أهلها إن شاء الله. أنا بشكركم، ويا رب أكون كنت محايدة. يا ريت رأيكم في التعليقات، ونرفع الفيديو بلايك. شكرا، السلام عليكم.